والترتيل تكلمه في ودنك انت يا خادم. ودنك انت يا خادم ياللي بقيت ضمن الخدام، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ ودنك انت يا خادم ياللي بقيت ضمن الخدام، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ معنى الخدمة تنكر ذاتك عشان الله يظهر قدام، ولا مصر انك تظهر تخفي يسوع وانت تبان؟ معنى الخدمة تنكر ذاتك عشان الله يظهر قدام، ولا مصر انك تظهر تخفي يسوع وانت تبان؟ قبل ما تخدم غيرك لازم تخدم نفسك انت كمان. ودنك انت يا خادم ياللي جاي من الخدام، ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ ودنك انت يا خادم اللي بقيت ضمن الخدام، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ مش مطلوب تخرج شياطين ولا مفسر للأحلام، لكن تبقى انجيل مفتوح مكان ما تحل حل سلام. مش مطلوب تخرج شياطين ولا مفسر للأحلام، لكن تبقى انجيل مفتوح مكان ما تحل يحل سلام. قبل ما تخدم غيرك لازم تخدم نفسك انت كمان. ودنك انت يا خادم ياللي بقيت ضمن الخدام، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة بس كلام؟ ودنك انت يا خادم ضمن الخدام، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ اصل الخادم اصله سفير، ملك في الارض صورة انسان، بلاش تعمل عملك برقاب، عيش خادم بعيون لا تنام. اصل الخادم اصله سفير، ملك في الارض صورة انسان، بلاش تعمل عملك برقاب، عيش خادم بعيون لا تنام. قبل ما تخدم غيرك لازم تخدم نفسك انت كمان. ودنك انت يا خادم يد ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ كلمة ودنك انت يا خادم ياللي بقيت ضمن الخدام، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ عملك ينمو مثل الحنطة، مش عملك تقلع في زوان. كن متواضع زي مسيح غسل أرجل تلاميذه زمان. عملك تنمو مثل الحنطة، مش عملك تقلع في زوان. كن متواضع زي مسيحك غسل أرجل تلاميذه زمان. قبل ما تخدم غيرك لازم تخدم نفسك انت كمان. ودنك انت يا خادم ياللي بقيت، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ ودنك انت يا خادم ياللي بقيت ضمن الخدام، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ هقولك تاني ولا كفاية؟ اصحى وفوق من الاوهام، كونك خادم فانت مطالب بدماء غير وانت كمان. اقولك تاني ولا كفاية؟ اصحى وفوق من الاوهام، كونك خادم فانت مطالب بدماء غيرك وانت كمان. قبل ما تخدم غيرك لازم تخدم نفسك انت كمان. ودنك انت يا خادم ياللي بقيت، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ ودنك انت يا خادم ياللي بقيت ضمن الخدام، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟